ما نفتهمها، نتعارك وياها ونكسرها، شنو ما نفتهمها؟ غصبا عليها نفتهمها، زين؟ ففيزيو هاي كلمة فيزيو وأولوجي. فيزيو يعني وظيفة أو طبيعة وظائف الشيء، وأولوجي هذا الأولوجي شنو يعني؟ علم. فعندي أنا إيش دا أدرس بهذا الكورس مالتنا؟ دا أدرس علم وظائف الأشياء وعلم وظائف الأعضاء. يعني شكو عضو عندي بالجسم؟ راح ناخذه نقعده على الكرسي، شلون عندنا كرسي الاعتراف، نقول له أنت شنو وظيفتك وشلون سوى هاي وظيفتك ومن علمك؟ فهذا هو علم الفيزيولوجي، علم وظائف الأعضاء. هسه تقولون دكتور من جاب إن هاي الطامة وشمرها على صدرنا وإحنا بعدنا ما نعرف؟ هذا الشخص اللي تشوفوه هنا هذا اسمه والتر كانون، هذا بعام 1800 تقريبا كان كاتب، زين؟ فيكتب ما حد يشتري الكتابات مالته، ضاج الدولار صاعد والامور كلها متخربطه، ضاج. فقال هذا الكتابه شو ما بيها خبزه يعني، ماكو فلوس، فش نسوي؟ نروح نلتقل لكليه الطب. راح درس كليه الطب. من درس كليه الطب سنه عن سنه عن سنه صار يشوف انه كليه الطب هي اللي تلبي طموحه يعني، وشافها هي الشيء اللي هو مصنوع لاجله، فقام يدرس اكثر ويتعلم اكثر ويتعلم اكثر لحد ما سوانا علم الفيزيولوجي، طورنا علم الفيزيولوجي. شلون عندنا مندل نسميه ابو الوراثه، عندنا والتر كانون نسميه اب الفيزيولوجي. فعلم الفسيولوجي شباب هو بشكل عام يتكلم عن شنو؟ عن الفانكشن مال الهيومن بادي، عن وظائف جسم الانسان. شوف هسه انت تلاحظون خلال السلايدات مالات المحاضره مالتي تلقون اكو كلمات محطوطه بلون مختلف، هي هاي الكلمه نحفظها، اما هذا الحكي الفوق هذا ما نحفظه، هذا بعدين احنا نتعلم شلون نصيغه، بس الكلمه اللي مطلوبه من عندنا للحفظ هي هاي الكلمه اللي باللون البنفسجي. هسه تشوفون انه خلال المحاضره اكو تلقى سلايد كله حكي، اقول لك احفظ لي بس هاي الكلمه وتعتمد عليه، ما لك علاقه، فتحفظ بس هاي الكلمه، هي هاي الكلمه اللي تجيك بالامتحان، تمام؟ فهسه الجنرال فيزيولوجي هو يهتم بوظائف الاعضاء. It is branch of biological science. هو branch يعني شنو؟ يعني فرع، فرع من فروع علم الحياة، علم الأحياء به هواية فروع. أحد فروعه أنه ندرس وظائف الأعضاء، which deals اللي يتعامل مع the function of a human body، مع وظائف جسم الإنسان. يعني نجي عمي أنت هذا شنو وظيفته؟ هذا دخلت به كلية الطب، صحيح؟ هذا من راح تدخل كلية الطب راح توقعك وحدة وتقوم تحبها، وهاي الرئة شو تسوي؟ هاي تعطيهم أكسجين لاثنيناتهم، والأمعاء والمعدة تعطيهم أكل الذولة كلهم. فش دا نشوف؟ دا نشوف إنه كل عضو بالجسم له وظيفة. زين لهنا ونوقف؟ لا، نطب شوية بعد نشوف الميكانيزم اللي هي شنو الميكانيزم؟ آلية هذا العضو. يعني عم القلب تعال أنت شنو وظيفتك؟ قال أنا أضخ دم. زين قلنا تعال شفناه هذا القلب فعلا دي يضخ دم، شو نسوي؟ نقول له تعال طلع لنا الاليه مال ضخ الدم، نريد نفتهمها، احنا مو هيك نباوع من بعيد وندير وجوهنا ونطلع، لا نريد نشوف الاليه مال ضخ الدم. راح نوخر القلب نشوف داخل القلب اكو كهرباء، هاي شنو؟ يعني القلب هذا ما يدق طبيعي، اكو كهرباء بداخله هي اللي تخليه يدق؟ نعم. شفتوا فالفيزيولوجي من احلى العلوم الطبيه، وسالوا كل الطلبه اللي متخرجين يقول لكم احلى علم بالعلوم الطبيه هو الفيزيولوجي، انت تفتهم قلبك شنو هو، زين؟ هذا القلب اذا فهمته شنو هو بعد ما تخليه يدق من هنا ساعه الهاي وساعه ذيك، لا تكون شد، تقول له اقعد واثبت واثقل، لا تظل يوميه داق الوحده، فانت تكون الدق الوحده معينه، مو انت مسوي وايرات ويوميه داق الوحده، زين؟ تمام شبابنا؟ فاحنا مو بس ندرس وظيفه هذا العضو، لا نطب شويه ديب اكثر، نطب اعمق، نشوف شنو الميكانيكيه اللي تخلي لي هذا القلب يدق. فنولج معرفه الاليه اللي بيها هذا الجهاز يعمل، نشوف هذا الجهاز اللي هو الجهاز القلبي شلون دا يشتغل. زين that have been obtained، احنا شلون عرفنا؟ شلون عرفنا هذا العضو شلون دا يشتغل؟ سوينا اكسبيرمنت، تجارب، جبنا هذا القلب شرحناه وشفنا اكو بداخله وايرات كهربائيه. زين قلنا له هاي منين جبتها؟ من المولده من الوطني؟ قال لا يا ابا هاي اصلا موجوده عندي، لا مولده ولا وطني، انا عندي مولده مال بيت واشغل روحي بها ومشي اموري.
فجبنا قلب ثاني ايضا شرحناه، ايضا لقينا به هاي الكهرباء اللي دا تخليه يدق. زين، فانت تشوف انه احنا شلون عرفنا الاليه اللي هاي الاجهزه والاعضاء تشتغل عن طريق شنو حصلنا عليها obtained، يعني شنو يعني حصلنا عليها experimentally، يعني بالتجارب through application، عن طريق تطبيق scientific method، عن طريق تطبيق الطرق العلمية. شنو هي الطرق العلمية؟ تشريح، شرحنا هذا القلب بطريقة علمية وعرفنا شنو هي الآلية مالته. إذن علم الفيزيولوجي، علم وظائف الأعضاء، مو يعرف بس وظيفة هذا العضو، وإنما يعرف الآلية اللي يعمل بها هذا العضو. هاي الشغلة الثانية. بعد نشوف all cells، يعني كل الخلايا، والأنسجة tissues يعني أنسجة، وorgans يعني الأعضاء، هاي كلها perform their function، تؤدي وظائفها in concern with each other، تؤدي وظائفها نسبة واحد إلى الآخر. يعني شنو دكتور باولي؟ يعني هاي الرئة تؤدي وظيفتها مو بس على مود نفسها، وإنما تعطي أكسجين للقلب. القلب هو اللي يطي شنو؟ اللي يطي دم لهاي الرئة ويخليها عايشة. بعد الكبد، الأمعاء والمعدة، ذول الثنين هم اللي يطون غذاء ويطون جلوكوز المن للقلب ويطون للرئة. الرئة على مود تعيش تحتاج غذاء، الغذاء من يجي؟ من الجهاز الهضمي. بعد ذول حتى يتم تنظيم عملهم ويتم السيطرة على عملهم يحتاجون شنو؟ يحتاجون الدماغ يسيطر عليهم. زين، انت عمي المعدة شلون قدرتي تاكلين تاخذين الاكل؟ لازم عندك اسنان وهاي الاسنان تقطع لك الاكل. هاي شنو شباب؟ كلش دا توصل لكم فكره، دا توصل لنا فكره انه هاي الاعضاء دا تعمل وحده نسبه الى الاخرى in concern with each other، يعني وحده متعلقه بالثانيه. ما تقدر انت تجيب قلب وتخليه يشتغل وحده، تقطع هذا القلب. زين، هاي ستة مو تقول لحبيبتك اقطع قلبي واخليه قدامك، على كيفك، شويه اهدى، طلع قلبك، ست ساعات راح يوقف هذا القلب، ما يقدر يشتغل بعد. ليش؟ لان بعد ماكو احد يعطي اكسجين، وبعد ماكو شنو معده وامعاء تعطي شنو غذاء. فانت كل عضو ما يقدر يشتغل وحده، لازم يعمل in concern to each other، يعمل مقارنه ومتعلقا بالعضو الثاني. زين، as smoothly operating system، يقول كجهاز واحد، as smoothly يعني operating system يعني كجهاز يعمل بشكل ناعم. شلون هسه تجي تشوف فد مولده تقول الله هاي المولده يعني لا بيها صوت، ناعمه حلوه، تتقرب لهاي المولده تلقى بيها آلات شقد ووايرات شقد، بس شنو انت من خارج تشوفها سمودلي. نفس الشيء الانسان، هسه انت هسه شوفني انا قاعد وداحت وياكم وهيك فد شيء حلو زين، لكن انا بداخلي شنو؟ الخلايا العصبيه ان شاء الله نعلمكم بعدين شقد تدز نبضات عصبيه والعضلات شلون تتقلص، وتشوفون المعدة هسه همين مشتغلة، بس هنا شلون دا يشتغلن؟ سموذلي، انت دا تشوفون يشتغلن بشكل ناعم وحدة مقارنة الى الاخرى. اذن الجنرال فيزيولوجي، اول شيء تدرس وظيفة العضو، بعدين ميكانيكية عمل هذا العضو، بالبداية الفانكشن، بعدين الميكانيزم، واخر شيء تدرس شنو؟ الوظائفهم in concern to each other، واحد نسبة الى الاخر. جيد، هسه افتهمنا شنو هي الجنرال فيزيولوجي. يقول any humans يعني بالإنسان والother vertebrae وبالفقريات الأخرى، الحيوانات الفقرية الأخرى، عندنا systems، الجسم هذا مكون من أجهزة، اللي مثلا هسه شباب دني شوية مصطلحات أريدكم تتعلموها على كيفنا ما عندنا شيء. أول شغلة gastro، كلمة gastro معناها معدة، معدة، هاي كلمة gastro معناها معدة. intestinal معناها شنو؟ أمعاء. زين، فهذا سيستم يعني جهاز، نسميه جهاز الهضمي، اللي هو متكون من معدة ومن أمعاء، نصيح له gastro intestinal system، الجهاز اللي متكون من gastro معدة ومن intestinal أمعاء. زين، فهذا نسميه جهاز الهضمي، اللي شنو وظيفته؟ digest هضم، وبعد شنو؟ وامتصاص. شوف هيجي ما راح تحفظ، انت شو تقول؟ تقول عندنا المعده وظيفتها الدايجست، الجاسترو وظيفته الهضم، والامعاء وظيفتها الامتصاص، الابزورب، امتصاص الطعام. فستة ربطت الجهاز الهضمي ايش بيه؟ بجاسترو وظيفتها الدايجست الهضم، وانتستاينال امعاء وظيفتها الابزوربشن الامتصاص. جيد، الريسبيرتوري سيستم الجهاز التنفسي. زين،
هذا وظيفته شنو؟ وظيفته تيك اب اوتو، ياخذ اكسجين واليمينيت ويتخلص من ثاني اكسيد الكربون. اليمينيت يعني يتخلص. شباب احنا من كنا يعني مرحله اولى شلون كنا نحفظ هاي المصطلحات؟ خلي اعطيكم طريقه، اول شيء ما تعبكم، ثاني شيء ما تخليكم تروحون على اليوتيوب وكل سنه طالعين القاموس. هاي طريقه احنا تعلمناها، ما اخذت من عندنا اي وقت، وقدرنا الانجليزي نضبطه بشكل كلش سريع. شو تسوي؟ اريدك هسه تروح هسه بهاي اللحظه تحضر لك دفتر، بس جرب سويها وبعدين ادعي لي. تجيب لك دفتر، هذا الدفتر تحطه على صفحه، شكو كلمة انجليزية تشوفها ما تعرفها انت اكتبها. عمي سلام عليكم. عليكم السلام. اليوم دكتور تقي قال لنا جاسترو يعني معدة، اكتب جاسترو يساوي معدة. واحد. اثنين انتستاينال يعني امعاء. جيد. كل ما تكتب مصطلح جديد باوع ذلنيك المصطلحات اللي كتبتهن. يعني انت كتبت اول مصطلح جاسترو، مصطلح ثاني كتبت انتستاينال، جيد. جاك المصطلح الثالث اللي هو الريسبيراتوري. من تكتب ريسبيراتوري باوع الذن الفوق اللي كتبتهن، زين، اللي هو جاسترو وانتستاينال، راح شنو تتذكرهن. جيد. جيت الكلمة اليمينيت جديدة عليه، انا مثلا ما اعرفها، جديدة عليه. اليمينيت يعني يزيل ويتخلص من، اكتب اليمينيت يعني يزيل يتخلص من. جيد. ومن كتبتها اباوع الذول الفوق، خلاص هاي صار عندي اربع مصطلحات جديده تعلمتها. بعد يورينري، يورينري يعني اللي هو العلاقه باليورين بالادرار، الجهاز البولي، زين، اكتب النقطه السادسه يورين. من نكتب النقطه السادسه يورينري اباوع للفوق للكلمات الفوق، صدقوني شباب خلال اسبوع، جرب هاي الطريقه خلال اسبوع، هيك تقول خلينا نجربها يعني، خلينا نشوف ايش راح يصير. خلال اسبوع انت اغلب الكلمات الانجليزيه راح تكون مضبطها، وخاصه اذا تتابعوا ويانا بالفيزيولوجي، لان اغلب الكلمات اني راح اعيدها نفسها. فشباب من انت تجي تقول لي دكتور انجليزي صعب وما اقدر وكله بالانجليزي الدراسه، وانا دا اعطيك الحل وراها، اذا ما طبقتها تقول انجليزي صعب. الانجليزي مو صعب، الانجليزي انت حله كلش سهل وقدامك، انه تجي تكتب 1 2 3، كل ما تكتب كلمة جديدة باوع للقبل، خلصت، يعني ما راح تاخذ منك اي وقت، زين، وهكذا. فانت هذا الحل انه من الطبقة اسبوع راح تعبر مشكلة الانجليزي، تشوف بقية الطلاب كلها تعاني، انت ما تعاني، واحنا جربناها يعني عن تجربة وشفنا روحنا بعد ما نعاني من هاي الموضوع. جيد، هسه عرفنا الجاسترونتستاينال سيستم وظيفته الهضم، الريسبيراتوري سيستم وظيفته التنفس اللي هو جهاز التنفس وظيفته اخذ الاكسجين والتخلص من ثاني اكسيد الكربون CO2، واليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي وظيفته تريموف ويست يعني للتخلص من الويست. الويست يعني المخلفات، اي شغله مثل الادرار وغيرها نتخلص منها عن طريق الجهاز البولي اللي هو اليورينري سيستم. بعد الكارديو فاسكولار، شوف من تلقى هي كلمه تجيها وحده وحده، كارديو يعني قلب، وفاسكولار يعني اوعيه دمويه، يعني انا ايش عندي بالجسم؟ عندي الجهاز الوعاء نسميه، شنو هذا الجهاز الدوران؟ هذا عباره عن مولده مضخه اسميها الهارت القلب، او اصيح لها الكارديو، كارديو وشنو؟ وعندي الوايرات اللي هو اللي وصلا هذا الدم، شو اسمين وايرات؟ اسمين فاسكولار. فهو اثنين شن سيهن نصيحلهن كارديو فاسكولار سيستم، الجهاز القلبي اللي متكون من قلب ومن أوعية دموية. جيد، هذا شنو وظيفته؟ ديستريبيوت. شنو ديستريبيوت؟ يعني توزيع النيوترين، توزيع المواد اللي هي المواد الغذائية، وبعد والأوتو توزيع الأكسجين والبروتكتس اوف ميتابوليزم. خلي نفتهمها واحدة واحدة. هذا شي يسوي الجهاز القلبي شباب؟ وظيفته التوزيع، يفر الدم، تعرفون القلب يدق على مود يفر الدم، زين، ورا ما فر الدم، هاي فائدة فرات الدم شنو هي؟ من افر الدم معناها انا دا اوصل اكسجين لمن؟ للخلايا، اوصل اكسجين للاعضاء. وثاني اكسيد الكربون اللي طالع من الاعضاء اخذه وين اوديه؟ اوديه للرئة على مود تتخلص من عنده، واضح شباب؟ فانا شلون عندي؟ هاي عندي هنا خلية من خلايا الجسم، هاي خلية من خلايا الجسم. وهاي عندي هنا مثلا شنو؟ الرئة، هاي اللنج، الرئة نسميها، هاي اللنج، زين، الرئة، زين. وهاي عندي سيل، خلية، هاي سيل، جيد. بالنص بيناتهم شكو؟ أكيد أكو بلد اللي هو الدم، هذا بلد، واضح؟ هذا عندي بلد، جيد. أنا عندي هسه هاي الخلية تحتاج أكسجين،
منو اللي يضخ الدم على مود يوصل لها اكسجين؟ نفترض هاي الرئه ضخت اكسجين وين؟ لهنا لهذا الوعاء الدموي. هاي ذره الاكسجين من هو اللي يوصلها؟ من هنا يوصلها لهاي الخليه، يوصلها لهنا زين على مود تنتقل لهاي الخليه. من هو المسؤول عن هذا الشيء؟ القلب. هذا القلب هنا يضخ الدم، فهاي الاكسجين تنتقل من هنا الدور لهنا، الدور تنتقل لهنا ولهنا وتنتقل لحد ما توصل المن للخليه. واضح شباب؟ فهو وظيفته التوزيع. شلون الدم هو نعتبر عامل الدليفري. عامل الدليفري شنو وظيفته؟ يمر عليك عم السلام عليكم مص بيتزا وفاهيتا، اي هاك هاي البيتزا مالتك اعطيني الفلوس، ياخذ الفلوس مالتك يوديها لاهل المطعم. فهذا شغله عامل الدليفري. الدم هيك وظيفته، جهاز الدوران هيك وظيفته، مجرد انت يوصل لك الدم وياخذ منك ثاني اكسيد الكربون يوديه لاماكن الطرح مالته. ان شاء الله ذن كلهن راح ناخذهم بالتفصيل شباب، بس هسه شنو اريدك تاخذ فكره عامه. طبعا شباب للملاحظة، لا تتوقع الفيزيولوجي راح تفهمها من اول مرة ومن اول محاضرة. الموضوع تراكمي، رادك تفهم شوية هسه، يعني هسه ابد للضوج اذا فهمت 70% 60% كلش زين، اذا فهمت 50% هم كلش زين. رادك من نتقدم ناخذ الجزء الثاني وناخذ المحاضرة الثانية وهمين نبسط ونوضح، انت راح تفتهم اكثر. فمن تفتهم محاضرة ثانية ارجع على المحاضرة الاولى افتهمها على السريع زين. فانت الفيزيولوجي لا تتوقع تفهمها مرة واحدة، ماكو هيك، ماكو واحد سواها قبلكم هيك. لازم الفيزيولوجي شوية شوية، خطوة خطوة، باية باية نصعد وياكم. يعني بالبداية ناخذ اشياء بسيطة، يعني سام مجرد الكارديو فاسكو اخذت عنه فكرة انه هو دليفري، يوزع المواد زين، هذا كلش كافي. بس هاي الفكرة يدك تاخذها، ما اريد منك اكثر من هذا الشيء. جيد وشبابنا الأحبة، يعني ما أريدكم تحملون نفسكم أكثر من طاقتكم. يعني لا تتوقع أنت هاي المادة هي من مستواك، هاي المادة عالية كلش، وإذا ضبطت أنت 50% تعتبرت يعني كلش عالي. لأن يعني طب الأنبار هم الوحيدين، تقريبا الوحيدين اللي يأخذون فيزيولوجي بالمرحلة الأولى، فهاي المادة هي مادة مرحلة ثانية ومادة كورس ثاني على الأقل، بس أنتم تأخذوها بالكورس الأول. هذا الشيء صعب ندري ومو سهل عليكم، وهو اعلى من قدراتكم. فانتم شنو ما اريدك تحمل نفسك اكثر من طاقتك، يعني اذا شفتها صعبه هو هذا الطبيعي. طبيعي انه انت بالبدايه تشوفها شنو بيها صعوبه، بعدين محاضره ثانيه ثالثه رابعه الموضوع يبدي يصير سهل. فهسه احنا ما عندنا شيء، كلمه كلمه نفتهمها سوي. جيد هسه الكارديو فاسكولار سيستم قلنا وظيفته توزيع ديستريبيوت المواد الغذائيه الاكسجين والمنتجات مع الميتابوليزم. دكتور ذني نحفظها؟ لا ماكو حفظ، يعني ذني مو حفظ، يعني ابد لا تخاف انه تحفظ. مجرد افتهم لي هذا وظيفته هضم، هذا وظيفته يتنفس، هذا وظيفته يتخلص من الـ من الـ من المخلفات. والكارديو فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز القلبي وظيفته توزيع المواد، مجرد افتهم لي اياه. بعد الريبرودكشن سيستم جهاز التكاثر اللي هو وظيفته بيربيتويت ذا سبيشيز. شنو بيربيتويت؟ بيربيتويت يعني إدامة النوع. النوع شلون يستمر؟ لازم اكو تكاثر من الآباء، دور أبناء، دور أحفاد وهكذا. إذا الجهاز التكاثري هو وظيفته إدامة النوع. زين نيرفوس اند اندوكراين سيستم هنا نوقف. نيرفوس الجهاز العصبي، اندوكراين جهاز الغدد الصماء. ذول يعني جهاز العصبي والجهاز الغدد، ذول نسميهم أسياد الجسم. الجهاز العصبي يتحكم بنص الجسم وجهاز الغدد يتحكم بالنص الثاني، تمام؟ فذولا هم الرئيسين مالت هاي الدولة اللي اسمها الإنسان. انت رئيسك الجهاز العصبي، والرئيس الثاني منه عندك هو الاندوكراين سيستم. نيرفوس سيستم جهاز عصبي، واندوكراين سيستم جهاز الغدد الصماء. واضح؟ ذولا وظيفتهم كوردينيت، تنسيق والسيطرة على وظائف الأجهزة الأخرى. يعني من أجل القلب، عم من يسيطر عليك يخليك تدق مثلا السرعة سريع ويخليك تدق الشيء ما مثلا بطيء، انت القلب ليش هيجي؟ يقول انا الجهاز العصبي من انا من اشوف سرعة بعد ما اقدر. هاي هو مو انا مالي رجال شو اسمه لا تسوينا مشكلة. فهو الجهاز العصبي زين يقول من اشوف سرعة ما اقدر بعد، انا قلبي يقوم يدق بسرعة. الثاني مثلا الشخص الثاني تشوفه يقول لك لا انا سرعة ما اشوفها عادية مثل اختي زين، بس من اشوف شيء ما مثلا لا قلبي يقوم يدق بسرعة بعد ما اقدر قلبي دكتور زين.
ليش؟ هذا من اللي يسيطر على هذا القلب؟ اللي يسيطر عليه الجهاز العصبي، اللي يسيطر عليه الجهاز العصبي. اذا سيد الجهاز الدوران، سيد الكارديو فاسكولار سيستم هو النيرفس سيستم، واضح؟ فاسياد الجسم هو الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. جيد، هسه افتهمنا شنو يعني فيزيولوجي، هسه نعرف شنو هو هدف الفيزيولوجي. شباب الفيزيولوجي بدنا نحاول نوصل لكم بهذا السلايد انه هي مو بس تدرس وظائف اعضاء الانسان، لا، اكو انواع من الفيزيولوجي تدرس وظائف الفيروس. اي ادري بك تضوج من الفيروس وتقول دكتور الفيروس مدمرنا، لا، بس احنا اكو ناس متخصصين شنو الجهاز الهضمي مال الفيروس، البكتيريا شنو جهاز الهضم مالتها، شلون تتنفس، شلون تاكل، شلون تعيش. اكو ناس هيك مهتمين يفكرون. زين انت بينما انت بيمن مهتم تفكر شتاكل باكر، شتتغدى، شتتعشى، شقد عندك تراكمات، يا هو صاحبك تطلع وياه. فاختلاف يعني مجرد ثقافات. اكو ناس لهم علاقه يدرسون الفيروس شلون يتطور، البكتيريا شلون تتطور، الفئران شلون تتطور، وشلون تعيش الحيوانات والانسان. زين فالفيزيولوجي تتنوع، اكو فايرال فيزيولوجي، فسلجت الفيروسات يعني وظائف الفيروسات ندرسها، وبكتيريال فيزيولوجي، شوف من الصغير شويه لكبر الفيروسات كل شيء صغير، بعدين بكتيريال فيزيولوجي اللي هي فسلجت البكتيريا، بعدين سيلولار فيزيولوجي فسلجت الخليه، اجيب خليه وحده وشنو او اكتشف شنو هاي شلون عايشه هاي الخليه. بلانت فيزيولوجي اللي هي وظائف النبات شلون النبات عايش، والهيومن فيزيولوجي وظائف الانسان. زين وماني مور واكثر سب ديفيجنز، سب يعني جزئيه، ديفيجنز يعني اقسام، وبعد يقول اقسام جزئيه ما لنا علاقه بهم. فنعرف انه الجول اوف فيزيولوجي هدف الفسلجه از تو اكسبلين، انه يوضح لي الفيزيكال والكيميكال فاكتور، العوامل الفيزيائيه والعوامل الكيميائيه ذات ار اللي هي ريسبونسبل، مسؤوله عن الاوريجن، عن منشا والديفلوبمنت اوف لايف، عن منشا وتطور الحياه. يعني ايش يقول؟ ده يقول هدف الفيزيولوجي انه توضح لنا العوامل الفيزيائيه والكيميائيه اللي مسؤوله عن نشاه وتطور هذه الحياه. يعني شلون هذا الانسان اجى، شلون هذا الانسان تكون، فأدرس شكو عامل فيزيائي وشكو عامل كيميائي اجتمع حتى خلالي هذا الانسان نشأ وتطور. زين ادرس عوامل فيزيائي والكيميائي اللي ولدت لي هذا الانسان، اوريجين وديفلوبمنت، وشون طور، كان صغيروني زين يلعبون بخدوده ويبوسون بي، بعدين كبر صار بالابتدائيه اذا بعده حلو بعدهم يبوسون بي اهله، يصير بالمتوسطه يصير املح بعد ومن وجه نصه يشقق، راح بالاعداديه قام يحب ودخل على الفيسبوك ودخل على التواصل الاجتماعي وتعلق بوحده ضربته بوري، دخل الكليه هو شابع بواري، يعني ظهره منتهي بعد من البواري. زين فمن دخل الكليه صار كبير، فاحنا نتابعه هذا شلون يكبر. فهنا مثل ما قلنا ده يحاول يوصلنا انه احنا ندرس كل انواع الحياه مو بس الانسان، فيقول كل نوع من انواع الحياه، من السيمبل فيروس، من الفيروس البسيط، المن الى اللارجست تري، الى اكبر شجره، اور دي كومبليكيتد هيومن بينج، او الانسان المعقد. هيومن يعني انسان، بينج يعني الكائن الحي، الكائن البشري. زين اللي هو الكائن اللي هو الانسان، بينج يعني كائن، والهيومن يعني انسان، كومبليكيتد يعني معقد، هذا الانسان المعقد. فاحنا نجي للفيروس ندرسه، بعدين بكتيريا، بعدين نباتات، وحتى الحيوانات ندرسها والانسان. يقول ولذلك فاست فيلد، المجال الاكبر بالفيزيولوجي ينقسم الى، يقول اكبر مجالات الفيزيولوجي، فاست يعني شنو هاي، ما نقول تي، نقول فاست، مو فاست، فاست هاي تي ساينت، فيلد يعني المجال. المجالات الأكبر بالفسلجة تنقسم إلى فسلجة الفيروسات، فسلجة البكتيريا، فسلجة الخلايا، وفسلجة النباتات، وفسلجة الإنسان. واضح شباب؟ هاي طبعا احنا ما اطلب من عندنا انه نحفظها بالتفصيل هاي السلايد، مجرد انه احنا نصير عندنا فكره انه الفسلجه ما محدوده بالانسان، وانما احنا ندرس كل شيء. بالهيومن فيزيولوجي وي اتيمت تو، يقول فسلجه الانسان احنا نحاول انه نوضح السبيسيفيك كاركترستيك، الخصائص والمميزات والاليات. شوف هنا نفس العباره بس شنو ده يحاول يعيدها باكثر من طريقه. يقول احنا بالفسلجه قلنا لكم ندرس
وظائف وميكانيكية الأعضاء. يعني إحنا مثل ما قلنا مو بس أجي أشوف القلب شنو وظيفته، وإنما أدرس شلون دا يسوي هاي الوظيفة. زين، فيقول فسلتة الإنسان إحنا نحاول إنه نوضح الوظائف والآليات اللي human body شنو that make it a living being، الآليات والميكانيزم، يعني الآليات والخصائص اللي خلت للإنسان جسم الإنسان هو كائن حي. يعني أنت ندرس شنو الشيء اللي خلاك أنت كائن حي، شنو الشيء اللي فرقك عن الكائن الميت، هذا الفرق. فإحنا نجي ندرس الآليات اللي مخليتك عايش. هاي كلها يعني أنه مجرد تأخذون فكرة عن الفيزيولوجي. شباب، الإنسان إذا تشوفوه هو عبارة عن خلايا، كل واحد بيكم هسه عبارة عن 100 تريليون خلية قاعدات بيسولفن. زين، شلون هسه احنا من نقول كلية الطب ايش قد بيها 10,000 واحد مثلا، من نقول انسان، الانسان هو عبارة عن 100,000 خلية. فالسيلز الخلايا هي الوحدة الشنو الحية بالانسان. احنا مو قلنا ايش قلنا هنا باو، قلنا دا ندرس نحاول ندرس الميكانيكيات والخصائص اللي خلت لي الانسان جسم الانسان living being. فتشغله حي، شنو الشيء اللي يخلي لي الانسان حي؟ هو الخليه، هذا الجواب. زين، فاحنا بين قوسين we attempt to explain the cell، احنا بنحاول انه نوضح الخليه. فمن اهم الاشياء اللي تكون الانسان هي الخلايا. زين، والخلايا هاي هي الوحدة الحية اللي موجودة بالإنسان. يعني الإنسان بدون خلية يكون ميت، واضح؟ جيد. فالسيلز الخلايا هي الليفينج يونت، هي الوحدات الحية بالجسم. يعني أنا من أجي أشوفك أنت هنا قبل مثلا 20 سنة، طبعا أنت ما كان لا عيونك زرق ولا شعرك أشقر، بس هسه اكيد اكو ناس يقول لا دكتور احنا ترى كان عيوننا زرق وشعرنا اشقر. ما يخالف عم، انتم اللي كان عيونكم زرق وشعركم اشقر، شلون انتم متكونين؟ الشعر مالتكم هو خلايا، دماغكم هذا اللي هنا عباره عن خلايا. زين، ايديكم عباره عن خلايا، القلب خلايا، الدم اللي هنا عباره عن خلايا، اعصابكم اللي تحسون بيها خلايا، كرشكم هذا مات الكروش هاي كرشة همينة شنو؟ خلايا. فأنتم كلكم شنو؟ عبارة عن خلايا متجمعة. فكل شيء بالإنسان هو عبارة عن خلايا. جيد، بس أكو شغلة نسميها الorganization اللي هو التنظيم. شلون؟ سؤال، هذا السؤال مهم، شلون هاي الخلية قدرت تسوي هذا الإنسان المعقد؟ أكو ترتيب وتنظيم. إنه شلون نقول بالبداية مثلا عندكم موسى، موسى هو عبارة عن خلية، خلية واحدة. موسى هو وجماعته الشلة مالته نصيح لهم تشيو نسيج، يعني السيل خلية واحدة، مجموعة خلايا موسى وصاحبه أيوب مثلا وبها والولد البقية، ذول كلهم شو نصيح لهم؟ نصيح لهم الشلة اللي هم التشيو نسيج. ذول النسيج مع الولد يلتقون ويا نسيج ثاني مع البنات نسميهم عضو أورجن. ذول كلهم صاروا مرحلة أولى. المرحلة الأولى وهي عدة المراحل نسميها كلية طب اللي هي نصيح لها السيستم الجهاز. فإحنا نبلش واحد شباب، هيك نبلش شخص واحد، هذا الشخص الواحد أسميه سيل خلية. هاي أصغر شغلة حية بالإنسان، يعني هاي الخلية هي الشيء العايش بالإنسان، هي اللي تتحرك وهي اللي تخليك الإنسان عايش. هاي السيل ويا سيلز بقية ويا العدد من السيلز البقية شو نسميها؟ نسميها تشيو نسيج. هذا التشيو يلتقي ويا شلة ثانية ويا تشيو ثاني من هنا، يقولوا ها شلونهم الشباب ما أدري شنو. فهذا التشيو ثاني نسيج ثاني أيضا من متكون؟ هذا التشيو متكون من سيل خلية. هذا التشيو زائد هذا التشيو يسوون شنو؟ يسوون أورجن، يسوون أورجن اللي هو العضو أورجن. أورجن يعني شنو شباب؟ أورجن يعني عضو. هذا العضو ويا عضو ثاني يسوون شنو؟ سيستم اللي هو الجهاز. يعني نأخذ على سبيل المثال هاي خلية من خلايا القلب. جيد، هاي خلية من خلايا القلب اللي هي السيل، هاي السيل اجتمعت ويا خلايا بقية سوت لي تشيو نسيج. زين، سوت لي تشيو اللي هو النسيج القلبي. هذا النسيج القلبي والأنسجة البقية سوالي أورجن عضو اللي هو القلب.
هذا العضو اللي هو الأورجن اجتمع ويا بقية الأشياء اللي هي الأوعية الدموية، هذا الهارت اجتمع ويا بقية الأوعية الدموية فتحول من هارت من عضو إلى جهاز. شو أسمي الجهاز؟ أسمي جهاز الدوران اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم. هذا راح نرجع له بس أريدكم تفهمون أكثر شنو معنى هاي الأشياء. نجي المثال الثاني، مثلا أنا هسه أجي للجهاز الهضمي مالتك. جهاز الهضمي مالتك سيستم مين متكون هذا السيستم اللي هو مو قلنا مساعة قلتنا دكتور مساعة قلتنا غاسترو انتستاينال سيستم. هذا غاسترو انتستاينال سيستم مين متكون من قلنا شنو غاسترو شنو انتستاينال سيستم. زين الغاسترو المعدة هي شنو هي عضو هذا الاستومك شنو هو أورجن عضو والانتستين أيضا أورجن. إذن الغاسترو والانتستاينال هو تطبيق على السيستم. غاسترو عضو وانتستاينال عضو المعدة والأمعاء اثنين مع بعض تطبقهم صاروا جهاز اللي هو الجهاز الهضمي. زين هذا العضو الواحد اللي هو مثلا المعدة مين متكونه؟ متكونه من تشيو من أنسجة. زين من تشيو أنسجة. هاي الأنسجة مين متكونه؟ من خلايا. الأنسجة متكونه من خلايا. إذن خلية سيل تشيو نسيج الدور أورجن عضو الدور شنو الدور سيستم اللي هو الجهاز الدور شنو سيستم شباب. فتقول لي دكتور سيل تشيو أورجن وسيستم سيل تشيو أورجن سيستم. جيد هسه هنا يقول السيل هي البيسك ستراكشر او فانكشنال يونت هذا اللي انتم تعرفوه. الخليه هي الوحده التركيبيه والوظيفيه للانسان الاساسيه. هنا بيسك يعني اساسي، ستراكشرال يعني تركيبي، فانكشنال يعني وظيفي، ويونت يعني الوحده. فهي الوحده التركيبيه والوظيفيه الاساسيه للانسان، واللي قلنا الانسان كله يتكون من 100 تريليون خليه. ذن السيل مجموعه خلايا يجتمع أن يصير النسيج. هذا النسيج ممكن يكون نسيج عضلي، نسيج طلائي، سامعين بهنا أربع الأنواع الأربعة مال أنسجة، عضلي وطلائي وعصبي وضام. تحفظن عضلي وعصبي سوية وطلائي وضام سوية. فالنسيج العضلي نصيح له مصل يعني عضل، طلائي نصيح له أبيثيليال يعني طلائي، نيرفس يعني عصبي. زين مجموعة أنسجة قلنا شي يسوون؟ مجموعة أنسجة يسوون أورجن عضو اللي هو مثل إيش؟ مثل الكلية، مثل الهارت كيدني يعني كلية، هارت يعني قلب، ليفر يعني كبد. زين بانكرياس يعني بانكرياس. مجموعة الأعضاء مثلا الكبد والبنكرياس والمعدة والأمعاء دول شي يسوون؟ عافية. يسوون سيستم جهاز اللي هو مثلا غاسترونتستاين سيستم. بعد الكلية، الكلية والمثانة والحالب ذا اللي شي يسوون؟ يسوون جهاز البولي اللي هو يورينري سيستم. شفت من ساعة سمعته هسه سمعته مرة ثانية نفس الحكايات ترى. لا تشوفون انجليزي صعب وايد، نفس الحكي نعيد بي انه نفس ذن. كارديو فاسكولار، كارديو يعني قلب، فاسكولار يعني أوعية دموية، يورينري يعني الجهاز البولي. هنا نفس الشيء سيل خلية، تشيو نسيج، أورجن عضو، سيستم يعني جهاز، واللي هنا يسوون الإنسان. جيد شباب هسه هنا ناخذ مقارنة ومصطلحين جدد. أول مصطلح اسمه شنو شباب؟ يونسيلير، والثاني مالتي سيلير. يوني بالإنجليزي يعني واحد، أحادي. سيلير قلنا سيل يعني خلية، سيلير يعني هاي كائن أحادي الخلية. كائن شنو نقول؟ كائن أورغانيزم، أورغانيزم هذا نصيح له كائن. ركز بين المصطلحين، أورجن واحدة يعني عضو. من تقول أورجانيزم يعني شنو؟ أورجانيزم يعني كائن، كائن. زين فهذا عضو هذا كائن، اكتبها بالدفتر يمك تحفظها اثنينات، ما تكتبها راح تنساها، ومن تنساها من تجيك مرة ثانية عبالك هي جديدة، بينما هي مو جديدة هي قديم. فهاي فائدة الدفتر، يعني احنا نسولف بيه هواية. ليش؟ لان هو مفتاح الحل. زين وان شاء الله انتم تاخذون بيه. هذا يونيسيلولر اللي هو كائن أحادي الخلية، هذا أحادي، يوني يعني أحادي وسيلولر أحادي الخلية. وكو عندي مالتي، مالتي يعني متعدد وسيلولر أيضا خلية. فأكو كائنات أحادية الخلية وكو كائنات متعددة الخلايا. أيضا أورغانيزم يعني كائن،
سيلولر خلوي ومالتي يعني متعدد. جيد هسه شباب عندي شنو معناه كائن احادي الخليه؟ يعني هو كائن حي متكون من خليه واحده مثل البكتيريا. البكتيريا كائن متكون منين؟ من خليه واحده. بينما الانسان هو عباره عن مالتي سيلولر، قلنا 100 تريليون خليه، فتشغله متعدده الخلايا، متعدده الخلايا. فمره عندي كائن يتكون من خليه واحده، مره عندي كائن يتكون من عده خلايا. فيقول باليوني سيلولر اورجانزم، بالكائنات احاديه الخليه، كل الفايتال بروسس، كل العمليات الاساسيه تحدث وين؟ في خليه واحده، في خليه واحده. زين هنا يعني اكو عندي جهاز هضمي، اكو عندي جهاز تنفسي، اكو عندي جهاز بولي، كله موجود بهاي الخليه الواحده. زين بعدين as the evolution، بينما بعدين تطورنا، evolution يعني تطور، تطورنا ورا ما تطورت وتكونت المالتي سيلولر اورجانزم، الكائنات المتعدده الخلايا has progressed، تطورت ورا ما هاي الكائنات تطورت. various cell groups، various يعني متعدد، cell groups يعني جروبات من الخلايا، مجاميع من الخلايا. organize into هاي مجاميع الخلايا شلون ترتبت؟ قلنا مجموعه الخلايا شلون تصير؟ عفيه تصير تشيو، نسيج، وهذا النسيج شي يصير؟ يصير organ، والorgan يصير system. هاي الحفظ طبعا مهمه، هذا مهم زين انه تحفظوه، cell tissue organ system، ذني تحفظوهن لان يجن بالامتحان. جيد شباب، فهنا أنا هسا عندي المالتي سيلولر أورجانزم من تطور تكونت عديد من الخلايا، ترتبت أورجانيز يعني ترتبت، شوف هسا مجموعة من الخلايا ترتبت بشنو؟ بتشيو، بنسيج، والأنسجة جمعت سوت عندي شنو؟ أورجان. زين have taken over a particular function، وهذا الأورجان العضو أخذ، have taken يعني أخذ over a particular function، وظيفة معينة، أخذ لوظيفة معينة. هسه شباب ورا ما عرفنا شنو هي الفيزيولوجي، نجي إلى علاقتها بالعلوم الأخرى، يعني علاقة الفيزيولوجي بالباثولوجي بعلم الأمراض. شباب شنو العلاقة الوثيقة ما بين ذن العلمين؟ باثولوجي علم الأمراض، وفيزيولوجي يعني علم الوظائف الطبيعية. الفيزيولوجي يعني شلون هذا العضو يشتغل بطريقة طبيعية. إذا صارت بي مشكلة أو مرض صار علم الباثولوجي. فإذا الباثولوجي هو مجرد انحدار بسيط عن النورمال فيزيولوجي، عن الفيزيولوجي الطبيعي. فأنا مثلا إذا عرفت أنه هذا القلب يدق بالطبيعي 70 دقة بالدقيقة، هاي أسميها فيزيولوجي اللي هو الطبيعي. إذا القلب مالتي قام يدق 100 دقة بالدقيقة فما أكثر، أعتبرها باثولوجي. فهاي الفكرة من ربط وعلاقة الفيزيولوجي بالباثولوجي. وهذا تشوفون الناس اللي الفيزيولوجي مالتهم قوية يكون الباثولوجي مالتهم قوي تلقائيا، ما يتعبون، لأن إذا تعرف الطبيعي شوية تغير بالطبيعي يصير علم الباثولوجي اللي هو الشغلة الابنورمال اللي هي مو طبيعية. جيد هسه الفيزيولوجي هي is the science، هو العلم اللي متعلق concerned يعني متعلق with normal function اللي إلى علاقة بمن؟ بالوظيفة الطبيعية. بينما هذا يدرس دراسة شنو؟ a disordered body function يعني وظيفة الجسم اللي هي disordered. this يعني غير أو مختلفة، وorder يعني نظام، فdisorder يعني النظام المختلف أو الاعتلال نسمي. فدراسة اعتلالات وظائف الجسم نصيح لها a disordered body function اللي هو بين قوسين المرض. فهذا يدرس normal body function، هذا يدرس abnormal body function. abnormal، abnormal يعني غير طبيعي، الابنورمال. فهذا له علاقه بالنورمال بالشغله الطبيعيه الفانكشن، بينما هذا له علاقه بالابنورمال فانكشن. جيد فيقول هذا العلم المتعلق في شنو؟ with normal function، بالوظيفه الطبيعيه مال living organism، مال الكائن الحي، and its part، الكائن الحي كله واجزائه، واجزائه، and of the physical and chemical process involved، والعمليات الكيميائية والفيزيائية المتعلقة.
فيزيكال فيزيائي وكيميكال كيميائي وبروسس يعني العمليات والانفولف يعني المتعلق. فانا بالبدايه ادرس الكائن، بعدين ادرس اجزاء هذا الكائن الايديين والرجلين، واشوف العمليات الكيميائيه والفيزيائيه اللي صايره بهاي الاجزاء، يعني اشوف اني وظيفه الجسم كله، بعدين الجزء من هذا الجسم اللي هو الدماغ، بعدين اجي لهذا الدماغ اشوف شنو الفيزيكال والكيميكال بروسيس انفولف، العمليات الفيزيائيه والكيميائيه المتعلقه. جيد، هذا اذا شنو هو علم الفيزيولوجي. نجي شباب المن الى علم الباثولوجي. علم الباثولوجي شباب هو دراسة شنو disorder body function، اللي هو body function اللي صاير بيها تغير بالنظام، اللي هو صاير بيها اعتلال. زين، مثلا اللي هو مثلا شنو، انا قلنا القلب يدق 70 دقه بالدقيقه، هذا شنو، هذا فيزيولوجي نورمال بودي فانكشن. اذا القلب قام يدق 100 دقه بالدقيقه معناه صار عنده ديسوردر بالبودي فانكشن، اعتلال بوظيفه هذا العضو، هذا العضو صار بيه مرض، اللي هو كان يدق 70 طبيعي هسه صار 100، اذا هذا العضو مو طبيعي، اللي هو يعتبر اساس البيزز، يعتبر الاساس للكلينيكال ميديسن، للطب السريري، اللي هو انت من تروح للمريض وتعالجه، وهذا الشيء اللي نسميه سريري ميديسن، يعني طب كلينيكال سريري. شنو سريري؟ يعني من انا اروح باكر عقبه يجيني المريض يقول لي، المريض من راح يجيني ما يقول لي دكتور انا طبيعي، زين، راح يجي يقول لي اني دكتور عندي هاي الشغله مو طبيعيه، صحيح؟ فهو هذا يعتبر اساس الطب السريري. الاناتومي التشريح تعرفوه هو دراسة التركيب الجسم، تراكيب الجسم اللي هي structure والريليشن شيب والعلاقة ما بين أجزاء الجسم، يعني أدرس الهارت والهارت والارتريز اللي طالعة منه والشرايين اللي طالعة منه والأوردة وهكذا. فالاناتومي هو دراسة التراكيب وعلاقة أجزاء الجسم مع بعضها. لهنا أنا شباب تقريبا خلص اول موضوع عندنا، اللي هو عرفنا شنو بالفيزيولوجي، شنو بالباثولوجي، ما هي اساسيات علم الفيزيولوجي، وذاك كله فهم. هنا أنا شباب راح نجي للقسم الثاني اللي هو اسمه هوميوستيسيس. شنو يعني كلمه هوميوستيسيس؟ هوميو واللي هو هذا طبعا يعتبر اساس المحاضره، هوميو يعني هارموني، اللي هو التنسيق والنظام، هوميو يعني نظام، وستيسيس يعني كيبينج يعني حفظ النظام. شوف هاي كلمة لاتينية، هوميو باللاتيني معناها هارموني بالانجليزي اللي هو معناه تنسيق، وستيسيس باللاتيني معناه كيبينج حفظ بالانجليزي، فهو بين قوسين المحافظة، ستيسيس يعني المحافظة والهوميو يعني النظام الداخلي، فهو المحافظة على النظام الداخلي. فهسه شباب راح نبلش بمفردات الفيزيولوجي اللي هي اكثر المفردات المتداوله في علم الفيزيولوجي. وشباب هسه اذا تلاحظون الفيزيولوجي عباره عن علم مليان فهم، ما بي شغله حفظ وانما فهم. فعندنا الهوميوستيسيس يعني حفظ النظام الداخلي، حفظ النظام الداخلي، هاي اللي الاطلاع مالكم علاقه بيه هذا الحكي الجو. فالهوميوستيسيس هو اليه عمل كل الاجهزه. انت دكتور قلت لنا الفيزيولوجي انه ده ندرس آلية عمل الأجهزة مال الجسم، انه الدماغ شنو وظيفته، القلب شنو وظيفته، وشون الأجهزة والميكانيكية مال هاي الوظائف، صحيح؟ قلنا ندرس اول شيء وظيفة العضو، وثاني شيء ميكانيكية هذا العضو شون ده يؤدي وظيفته. طبعا خلال الحرب العالمية الأولى اكو عالم كان اسمه والتر كانون، هذا والتر كانون قاعد يباوع للجنود ودي يشوف الحرب، زين، من دي باوع الحرب قال هذا الجندي اللي دي قاتل، هذا ما قدر يقاتل ويدافع عن الأرض لو ما هاي الأرض أول شي تنطي راتب، زين، جيد، ولو ما أكو ناس دي تجيب له أكل، وأكو ناس مخيطت له الملابس، وأكو ناس مطيت الخوذة، وأكو ناس مطيت العتاد. فافتهم بين قوسين انه هذا الجسم او هذا الفرقة مالت الحرب هاي عبارة عن تداخل كل الدول مع بعضها، يعني هاي الفرقة القتالية ما قدرت تقاتل لو ما اكو واحد مسوي لها احذية، لو ما اكو واحد جايبها بسيارات من بيوتها لهذا المكان، لو ما اكو واحد مطيهم الخوذ اللي حاطيها، لو ما اكو شخص بعد مطيهم الاكل اللي ياكلوا، زين، فكل هاي الامور يلا خلت لي هاي الفرقة القتالية تقاتل. فلاحظ نفس هذا المبدأ موجود بالجسم، اللي هو انه الجسم
كل الأعضاء تعمل مع بعضها للحفاظ على النظام مالت الجسم. كل الأعضاء يعني الدماغ، القلب، الرئة، الكبد، الكلية، راح نشوف إن شاء الله شلون دني كلهن يشتغلن على مود يحافظن على الجسم. فأنت لا تفكر إنه هذا القلب ده يعمل على مود نفسه، إنما القلب ده يعمل على مود كل أعضاء الجسم، والدماغ ده يعمل على مود كل أعضاء الجسم، والكبد نفس الشيء. وإذا صارت مشكلة بأحد الأعضاء، مثلا افترض نفس الحرب، إذا صارت مشكلة إنه بعد ماكو سيارة تجيب ذول المجندين من البيت، بعد ماكو سيارة تجيبهم المكان الحرب، راح يقدرون يقاتلون؟ لا، فراح يخسرون الحرب. نفس الشيء نفترض الرئة، الرئة إذا مو القلب يغذيها بالدم ما راح تعيش، لأن هي تعيش على الدم. زين، هاي الرئة إذا مو هي نفسها تعطي أكسجين للقلب، القلب ما راح يشتغل. فالقلب معتمد على الرئة، والرئة معتمدة على القلب. هو هذا اللي نسميه الهوميوستاسيس، هو هذا النقطة الثالثة بالفيزيولوجي. إذا تذكرون الفيزيولوجي كنا ثلاثة أشياء: أول شيء ندرس وظائف الأعضاء الفانكشنز، ثاني شيء ندرس الميكانيزم، ثاني شيء ندرس وظائف الأعضاء in concern to each other، إنه واحد نسبة إلى الثاني، إنه شون هاي الأعضاء وحدة تساعد الثانية. القلب يساعد الرئة، الرئة تساعد القلب، الأمعاء تساعدهم اثنيناتهم، هم يساعدون الأمعاء، وهكذا. فهاي كلها دا نسويها على مود نحافظ على النظام الداخلي. شباب، أكو مصطلحات إحنا لازم نتعلمها، اللي هي مصطلحات أول مرة تمر علينا، ما يخالف مصطلح اسمه الفلود، السائل اللي موجود بالجسم. هذا السائل متوزع بثلاث أماكن رئيسية: مكان داخل الخلية، أصيح له هسه هاي خلية طبعاً، زين هاي خلية، وهذا وعاء دموي، هذا وعاء دموي شباب، هذا وعاء دموي، وهاي خلايا، زين، وهذا مكان بين الخلايا وبين الوعاء الدموي، زين. الفلويد السائل اللي موجود بداخل هاي الخلية أصيح له intracellular fluid، intra يعني في داخل، cellular خلوي، وفلود يعني سائل، فهو السائل الموجود بداخل الخلية، أصيح له intracellular fluid. خبزي جيد. السائل الثاني موجود بداخل الفيسل، بداخل الأوعية الدموية، أصيح له intra يعني في داخل، vascular يعني في داخل الأوعية، مثل ما قلنا vascular يعني أوعية، في داخل الأوعية الدموية. وأكو سائل موجود بيناتهم، أصيح له interstitial fluid، السائل البيني أو السائل النسيجي. هاي أنواع الفلويد مهمة، يعني يقول لك enumerate يعني عدد، enumerate the type of fluid، enumerate type of fluid، أنواع الفلويد. زين، طبعا شباب احنا إن شاء الله راح نسوي لكم امتحانات على طول هاي الفترة، ونسوي سجل نجمع به الدرجات مع امتحاناتكم، واللي مطلعين أعلى ثلاثة راح نجزلهم هدايا إن شاء الله توصل بيتهم، تمام؟ فهنا أول نقطة إنه أنواع الفلويد. تقول لي دكتور أكو سيل، أكو خلية، وأكو وعاء دموي، هذا وعاء دموي. السائل الموجود بداخل الخلية أصيح له intra يعني في داخل، وcellular اللي هو داخل الخلية، fluid intracellular fluid. زين، وبعد أكو سائل موجود بالأوعية أصيح له intra شنو vascular يعني في داخل الأوعية، وأكو سائل موجود بالنص أصيح له شنو هذا السائل موجود بالنص أصيح له interstitial fluid اللي هو السائل موجود بيني، interstitial يعني بيني. صاروا عندي ثلاث أنواع من الفلويد، وهسه راح أقول لكم ليش ندرس ذني، شنو علاقة ذني بالهوميوستاسيس. زين شباب، جيد، دول الاثنين الانترستيشيال والانترافاسكولار نصيح لهم اثنيناتهم extracellular، لأن اثنينهم شنو موجودين خارج الخلايا. إذن الفلويد بشكل عام عندي بداخل الخلايا وبخارج الخلايا. طبعا شباب، ذولا الانترستيشيوم والانترافاسكولار فلويد اللي نصيح له البلازما، اللي هو الفلويد السائل الموجود داخل الأوعية الدموية، ذولا تقريبا نفس الشيء المكونات مالتهم. زين، فعادة ما نعددهم، شو نقول؟ نقول عندنا السائل، بما انه هذول نفس الشيء فنقول عندنا السائل intracellular بداخل الخلية، وعندنا سائل خارج الخلية اللي هو هم الانترستيشيوم وهم الانترافاسكولار فلويد. زين، فعندي سائل بداخل الخلية اصيح له intracellular fluid،
وعندي سائل في خارج الخلية أصيح له إكسترا، إكسترا يعني خارج، إكسترا سيلولر فلويد. جيد، هسه يقول الهوميوستيسيس دكتور تقتلنا هو الحفاظ على النظام الداخلي. شنو هو النظام الداخلي؟ النظام الداخلي شباب هو الفلويد، وهسه عرفنا ليش بدنا ندرس الفلويد. الفلويد اللي هو الانتراسيلولر فلويد والاكستراسيلولر فلويد هو هذا اللي نسميه النظام الداخلي. دكتور ليش؟ ليش احنا نريد نحافظ على هذا الفلويد؟ سؤال مهم، ليش اريد احافظ على هذا الفلويد الموجود بالانتراسيلولر والاكستراسيلولر؟ هاي خليه شباب، وهاي النواة مالتها، وهذا الوعاء الدموي. السائل عندي انتراسيلولر واكستراسيلولر. جيد، انا ليش اريد احافظ على هذا الاكستراسيلولر فلويد بكميات ثابته؟ يعني شنو احافظ على الاكستراسيلولر فلويد بكميات ثابته؟ يعني احافظ على هذا السائل باكسجين بنسبه معينه اللي هي نسبه عاليه دائما، وبثاني اكسيد الكربون بنسبه قليله دائما. زين، هاي ليش انا اريد احافظ؟ اريد احافظ على هذا الاكسجين عالي، يعني احافظ على هذا الاكسترا سيلير فلويد انه بي اكسجين عالي. ليش؟ على مود هاي دائما يوصلها اكسجين، لان اذا صار هنا اكسجين قليل بعد هاي الخليه ما يوصلها اكسجين، وبالتالي راح تموت. واضح شباب؟ فهاي فكره الهوميوستاسيس. لا تتوقعون الهوميوستاسيس بسرعه تفهموه، رادله شويه، خطوه بعد خطوه، انه الهوميوستاسيس المحافظه على النظام الداخلي. زين، من هو النظام الداخلي؟ النظام الداخلي هو الاكسترا سيلولر الانترا سيلولر فلويد، انصح له انترا سيلولر فلويد واكسترا سيلولر فلويد، هو انه احافظ على مكونات هذا الاكسترا سيلولر فلويد ثابته، يعني دائما اخلي الاكسجين عالي على مود هاي الخليه دائما تحصل اكسجين، اذا صار بها الاكسجين قليل ماتت هاي الخليه. فاذا شباب، علم الامراض هو انه يصير عندي يعني مشكله بالهوميوستاسيس، اذا الهوميوستاسيس صارت بي مشكله صار علم الامراض. اذا الفيزيولوجي هي هوميوستاسيس، الفسلجه هو الشغله الطبيعيه. شنو هي الشغله الطبيعيه؟ هو المحافظه على النظام الداخلي. زين، فكلمه فسلجه انه اني احافظ على الاكسجين هنا طبيعي، احافظ على الاكسجين هنا طبيعي، يعني كلمه فسلجه هو المحافظه على النظام الداخلي، هو المحافظه على هذا الاكسجين. زين، فبين قوسين الفيزيولوجي هي هوميوستاسيس. زين، واذا تخربت الهوميوستاسيس يعني بعد ماكو نظام داخلي، زين هاي الاوتو قلت، يعني اذا صار مشكله بالهوميوستاسيس، خرب الهوميوستاسيس، صار عندي الباثولوجي اللي هو علم الامراض. واضح شباب؟ هسه هاي اريدكم شنو؟ على كيفكم، يعني لا تريد انه تفهم كل شيء، على كيفك، شوي شوي افهم. هسه بالمحاضره الثانيه نفهم شويه، بالثالثه نفهم شويه، وشويه شويه نطور نفسنا. زين، فهسه دكتور الهوميوستاسيس هو الحفاظ على النظام الداخلي. جيد، شنو النظام الداخلي؟ يعني بين قوسين احافظ على هذا الفلويد، على مكونات هذه الفلويد ثابته. يعني شنو دكتور مكونات؟ يعني احافظ على الاكسجين عالي هنا. فاذا الهوميوستاسيس هو بين قوسين الحفاظ على الاكسجين، كمثال هو الحفاظ على هواي اشياء، بس هو الحفاظ على الاكسجين عالي. اذا خرب هذا الاكسجين، خرب هذا الهوميوستاسيس، بعد ماكو اكسجين هنا عالي، معناها الخليه بعد ما يوصلها اكسجين، وبالتالي راح تموت. زين، فمن يجيك واحد يقول لك شنو هوميوستاسيس، تقول له هو الاليه والطرق اللي نحافظ بيها على مكونات الاكسترا سيلولر فلويد والانترا سيلولر فلويد ثابته، انه دائما احافظ على الاكسجين هنا عالي، اخليه ثابت هذا الشيء على مود الخلايا تبقى عايشه. زين، فيقول هي العملية اللي من خلالها الانورغانزم الكائن الحي يحافظ على مكونات الاكسترا سيلولر فلويد والانترا سيلولر فلويد بستيدي ستيت كونديشن. ستيدي شنو؟ ستيدي ستيت يعني في حالة ثابتة، انه دائما اخلي الاكسجين هنا عالي، احافظ على مكونات الاكسترا سيلولر فلويد والانترا سيلولر فلويد في حالة ثابتة، أحافظ على الأكسجين بالإكسترا سيلولر فلويد بمستوى ثابت. ليش؟ لأن الأكسجين إذا قل هذا الإنسان راح يموت. فهي هاي شباب فكرة الهوميوستاسيس.
لين انا شباب انتهى الجزء الاول من محاضرتنا، اكيد عندنا هوايه اسئله راح نجاوبها بالجزء الثاني، واكيد حتى اذا بقت عندنا اسئله انا موجود بالتليجرام، موجود بالانستغرام، موجود باي مكان تقدرون توصلوا لي، دزوا لي اي رساله بالجروب واحنا راح نجاوبكم على كل سؤال. واحنا بنهايه كل محاضره راح نخصص ميت نلتقوا وياكم بفيديو نص ساعه، خلال هاي النص ساعه كل سؤال عندكم احنا راح نجاوبه. فلهنا انا انتهى الجزء الاول من محاضرتنا، كان وياكم اخوكم دكتور تقي، اتمنى استفاديتوا، في مال.